طيب فيما يخص قضية الشيعة قلت ألف مرة إن الجامعة بيننا وبين الشيعة أنهم يؤمنون بأصول الإسلام الخمسة، أركان الخمسة وأركان الإيمان الستة، والموانع أنهم يضيفون عقائد لا نقبلها ولا نسمح بالتبشير بها في بلادنا ولا نقرهم عليها، إنما أمرهم فيها إلى الله سبحانه وتعالى يحاسبهم كما يشاء. الغيبة وتسلسل الإمامة في أبناء علي من فاطمة رضي الله عنها والتقية ووجوب الإيمان بعصمة الأئمة اللي بيسموها عقيدة العصمة، هذا كله نحن لا نؤمن به ولا نقبل أن يبشر به في بلادنا. لكن بيننا وبينهم علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية يجب أن تستمر لمصلحة بلادنا وبلادهم. السياسة والاقتصاد نحن نتعامل فيها مع كل بلاد العالم، لكن العقيدة لا يمكن أن نتعامل فيها مع أحد، لأنها ليست محلا للبيع والشراء ولا هي محل للتبديل والتغيير. العقيدة أمر ثابت لا جدال فيه. هذا موقف معلن وقديم ونهائي وليس فيه قابلية للتغيير. لا، نقيم علاقات مع أكثر من دول، نقيم علاقات مع اليهود الصهاينة محتلين إسرائيل ومحدش زعج، فلماذا لا نقيم مع مسلمين بيننا وبينهم خلافات عقدية؟ لا، ما فيهاش قضية الحقيقة، مش محتاج الكلام، لكن هي دعاية انتخابية يروجها بعض الناس، والله يسامحهم ويسامحنا. هو السؤال كده